للدين نور يهدي الحائرين السائلين الى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبه ويجيب على المسائل الشائكه لفتح الافاق الضيقه واناره العقول المظلمه والمتشككه وطمانه القلوب الخائفه نتحاور مع الابناء والاباء مع الشباب والشيوخ نستمع الى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون خطوط حمراء ولا وصايه من احد حتى نصل معا الى نقطه التلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كل عام وانتم بخير. هذا شهر فضيل. وهذا لقاء مع برنامج أسميناه بنور الدين. نقصد بنور الدين أننا نستهدي بهذا النور في حياتنا من اجل الوصول الى سعاده الدارين ومن اجل ان نشتبك مع الكبار والصغار مع الشباب والشيوخ مع الرجال والنساء مع الولد والبنت نشتبك حتى نبحث عما يؤدي بنا الى سعاده الدارين نور الدين هو لقب لكل من كان اسمه علي في التاريخ الاسلامي. هناك ما يسمى باللقب وهو ما فيه مدح فاطلقوا اللقب على محمد شمس الدين وعلى احمد شهاب الدين وعلى علي نور الدين. لكن المقصود هنا في البرنامج يتجاوز اسمي ولقبي ويتوجه الى المضاف والمضاف اليه نور الدين الاسلامي نور الدين الاسلامي هو هذا البرنامج الذي نلتقي فيه سويا عبر الاثير في هذا الشهر الكريم مرحبا بكم واهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. وندعو الله سبحانه وتعالى في بدايه الامر بعد الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامه. وان يرضى عنا بها وان يفتح علينا فتوح العارفين به وان يعلمنا الادب معه يسال كثير من الناس وخاصه في بدايات العمر وفي الشباب وعند التامل يسال هل دين الاسلام دين صحيح يعتمد عليه قامت عليه الادله وتقريبا كل المسلمين في العالم يجيبون نعم هو دين صحيح والسؤال الذي بعد ذلك هو لماذا انت مسلم لماذا انت مسلم كان عنوانا لبعض الكتب التي الفت ونشرت تحت عنوان لماذا انا مسلم وتحت عنوان آه هذا ديننا وتحت عنوان هذا اسلامنا وهكذا الاسلام دعانا واجاب لنا عن كل الاسئله الفلسفيه التي شغلت بال الناس عبر القرون ولما ياتي دين فيجيب على كل الاسئله فانه يقدم لنا برنامجا متكاملا واسعا تطمئن اليه النفوس شغل الفلاسفه انفسهم بالاجابه على سؤال من اين نحن سؤال عن الماضي سؤال عن بدء الخليقه وبدء الخليقة لم نحضرها ولم نرها ولذلك كان السؤال مشروعا من اين نحن؟ ما الذي اتى بنا في هذا الكون؟ من الذي خلقنا؟ ربنا وجدناه يجيب عن هذا السؤال بانه الله في منتهى السهولة فالله سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون وان الله سبحانه وتعالى امر بالخلق فاجاب عن سؤال حائر لدى البشريه من اين نحن ثم وجدنا في الاسلام ان الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه باكثر من مائه وخمسين صفه في القران الكريم واكثر من مائه صفه في سنه النبي الامين ومجموع الاثنين بعد حذف المكرر 200 اكثر من واربعين صفه كان الله يعلمنا من هو انه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وجلس يصف نفسه من كل جانب لما جئنا وحللنا ال 240 اسم من اسماء الله وجدنا ان فيها جلال وهيبة هو العظيم القوي المنتقم الجبار ووجدنا أن فيها جمال هو الرحمن والرحيم والرؤوف والعفو والغفور ووجدنا أن فيها كمال الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير هناك كمال ووجدنا من هذا التصنيف والتقسيم ان شيئا غريبا يوجد في كلام الله لفت نظرنا انه عندما بدا بدا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن من اسماء الجمال والرحيم من اسماء الجمال وكانه عندما اراد ان يخاطبنا خاطبنا بالجمال ثم الجمال وليس بالجلال ثم الجلال بسم الله المنتقم الجبار ولا بالجلال ثم الجمال او بالجمال ثم الجلال بسم الله الرحمن المنتقم ابدا كانه يطمئن حالنا ويهدئ بالنا خطاب فيه نوع من انواع الرفق اللين واذ بنا نجده سبحانه وتعالى يصف نفسه ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولما ياتي يصف نبيه يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين احببنا هذا التفتنا اليه قلوبنا مالت اليه فاسلمنا واسلمنا امرنا لله رب العالمين بماذا امرنا امرنا بكل خلق طيب امرنا بالصدق أمرنا بالأمانة أمرنا بالبعد عن الفواحش وبالبعد عن كل ما يضر الإنسان حرم علينا القتل حرم علينا السرقة حرم علينا الكذب حرم علينا شهادة الزور حرم علينا الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد حرم علينا كل ما يوصلنا إلى الأذية بالنفس وبالغير لا ضرر ولا ضرار التفتنا إلى هذا وبدأنا رحلة الالتفات إلى أن هذا الدين جاذب فات يلتفت إليه ننظر إليه فتطمئن له القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالإسلام دين صحيح، موضوع حلقتنا النهارده هو كده، ناخد بقى بعض الاسئله اتفضلي. وحضرتك دلوقتي ايه اللي خلانا نتاكد ان في دين او ليه الدين هو ليه الاسلام هو دين صحيح يعني انا ايش عرفني انا ولا شفت ربنا ولا شفت سيدنا محمد ما شفتش اي حاجه انا اتولدت عرفت كذا حفزت وبنيت على على اساس اللي قبلي كان مبني عليه على الاساس. احنا ما اتجهناش الى الدين لان اللي قبلنا عملوا كده. نتجهنا الى الدين لما رايناه انه بدانا بالجمال لما رايناه انه امرنا بالخلق القويم لما رايناه انه دعانا الى نموذج متوافق مع الفطره طيب هو ليه الاسلام يعني الدين الصح يعني ليه مش دين تاني لان الانسان هو محور هذا الكون فالانسان هل يريد الظلم ولا لا؟ طيب هل يريد الفحش و... و... والطغيان؟ لا وهكذا هنفضل نقول لا 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 اذا فالاسلام متوافق مع الفطره. تفضلي. إيه هو ليه ربنا يعني يعني هو اللي اختار الدين؟ هو ليه احنا مش احنا اللي نختار الدين بتاعنا؟ يعني هو اللي اختار الدين هو ليه احنا مش احنا اللي نختار الدين بتاعنا لا انت اللي اخترت الدين بتاعك ويجب عليك ان انت تختار الدين بتاعك وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء وارسل الرسل وانزل الكتب وتفضلي ابحثي ولكن ابحثي عن الدين الحق الدين الحق انا عايز اعرف الاسلام امرك بايه وانت شايفه انه كده امرني بحاجه وحشه ايه هي الحاجه الوحشه اللي في الاسلام انه قال لنا صلوا ان قال لنا صوموا ان قال لنا ما تظلموش الناس انه قال لنا ما تكذبوش فمن هنا عرفنا ان هذا الدين هو الدين الصحيح في ادله تانيه فلسفيه بتؤكد هذا وهي قضية معجزة القرآن الكريم ودي هنفرد ليها كلام لوحدنا تفضلي دلوقتي في ديانات أخرى غير ديانة الإسلام زي مثلا المسيحية وكمان ليها رسل من السماء وليها كتب زي سيدنا عيسى طب دلوقتي ليه المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة ما هم برضو ومين اللي إن المسلمين بس هم اللي هيدخلوا الجنة دي معلومة مغلوطه عندك لأن ربنا قال غير كده قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى الآية واضحة جدا إنه ربنا سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام كله اسمه إسلام عندنا تفضل هو ايه اللي اكد لنا ان الاحاديث عشان هي كانت من زمان اللي اكد لنا انها صحيحه السند في 21 علم بالاسانيد مين قال لمين مين قال لمين مين قال لمين مين وايه حال كل شخص اتقال له كده وهو قابل اللي قبليه ولا اللي بعده ربنا قالها من مسلمين ب 21 علم لا وجود لمثلها اطلاقا في العالم تفضلي دلوقتي هو سيدنا محمد لما بينزل ليه صور او فيديوهات او حاجه مش بيقدروا يتخيلوا ملامحه او مش بيزروا ملامحه طب دلوقتي احنا ايه اللي اكد لنا ان هو فعلا كان موجود؟ النبي عليه الصلاه والسلام بالذات اتفق الجن والانس من المسلمين وغير المسلمين ان هو كان موجود لانه البيت بتاعه موجود القبر بتاعه موجود الكعبة اللي بنحج ليها موجود الكتاب بتاعه موجود الأمة بتاعته موجودة القبلة بتاعته موجودة كل ح... المسجد بتاعه موجود كل حاجة موجودة ولغاية دلوقتي أيوة تفضلي حضرتك يا شيخنا قلت أنه يعني ان يعني احنا بنس احنا يعني احنا بنسلم عشان يعني عشان حضرتك لما زي ما حكيت حضرتك قلت في الاول لكذا حاجه مش عشان احنا مثلا اتولدنا كده وخلاص لكن ده 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 بيبقى مفهوم احنا فهمناه لما بنكبر يعني احنا الطفل العادي لما بيتولد بيعرف ان اهله ان ابوه وامه مثلا مسلمين فعشان كده هو بيطلع مسلمين بعدين لما بيبدا يكبر بقى بيبدا يدور في ليه تمام بالنسبه بقى مثلا اللي هم مثلا مسيحيين يهوديين انا مثلا افترضنا ان انا حد مسيحي وانا يعني مؤمن بديني بديني قوي، هو حتى حد كان حد حاول حد يتكلم معايا في الاسلام، وانا مقتنع بديني قوي. فيعني انا كده ذنبي ايه؟ طب وحتى لو مين اللي قال لك انك ليكي ذنب؟ انتوا متخيلين يا اولاد خناقه وهي مش خناقه دي هدايه. ما فيش خناقه ولا حاجه. ومفيش ذنب ولا حاجه. ممكن نكمل هو يعني برضه المسلم ليه حق ان هو يدور مثلا في حكايه يعني لو حق ليه حق في دور في الديانات الدنيا مثلا الدي الديانات الثانيه كل علماء دي. المسلمين دوروا وانا دورت ووجدت ان الاثباتات والاسانيد والادله وكذا الى اخره للديانه الاسلاميه فامنت بالاسلام عن حق الامام ابو حامد الغزالي جلس يبحث عن هذا واكد هذا ابو المعالي الجويني قال سيبحث عن هذا الامام الشافعي قال سيبحث عن هذا وهكذا طيب ناخد سؤال من الولاد اتفضل هو ليه بما ان الاسلام هو الدين الصح هو ليه ما نزلش اول حاجه وكان في ديانات كتير قبله الديانات اللي قبل كده حدث فيها نوع من انواع النسيان والتفريط يعني لما ارسل الله سبحانه وتعالى ادم لما ارسل الله سبحانه وتعالى نوح ولما ارسل الله سبحانه وتعالى ابراهيم الناس كانت تتبع الديانه بعض الوقت وبعدين يدخلوا في عباده الاوثان فيرسل الرساله التي بعدها لكن الاسلام جاء الدين الخاتم ليس هناك نبي وليس هناك رسول بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان هو الأخير ولذلك قالوا لعله أخره ليقدمه يعني هو جه متأخر ولكن كان هو اللي يقولوها بالإنجليزي لاست تيستمنت يعني العهد الأخير اللي بعد كده ما فيش رسل وما فيش تغيير لهذا العهد الأخير تفضل الدين الإسلامي ما تحرفش زي بقية الديانات برضو انت بتدخلنا في حاجه انت ملكش العلم فيها انك افترضت ان كل الديانات غير الاسلام محرفه او كذا الى اخره هي العبره مش كده العبره هو كيف حافظ المسلمون على كتابهم وسنه نبيهم بالعلوم عملوا علم اسمه علم القراءات حفظ القران الكريم عملوا علم اسمه علم الحديث على واحد وعشرين نوع من انواع العلوم حفظوا كل كلمه وصنفوها هذا ضعيف هذا قوي هذا صحيح هذا حسن صنفوها ويعلو لها مراتب في الاستدلال عملوا حاجه اسمها اصول الفقه عملوا حاجه اسمها علم اللغه فكل هذه العلوم التي قام بها الاسلام او المسلمون من الهام الله سبحانه وتعالى وتوفيقه مكنتهم من انهم يكونوا اهل علم اهل توثيق وليس غير ذلك احنا عندنا القران القران النبي كان عربيا والقران هو عربي والقران ورد الينا باللغه العربيه مش ترجمه احنا عندنا السند سند القرآن موجود إلى اليوم آلاف الأسانيد والتواتر المذهل وهو هو القرآن بقراءاته العشر هو هو القرآن فيه لغة وفيه سند وفيه خدمة قام المسلمون بخدمة القرآن تفضل هو الاحتفال بكريسمس حرام ولا حلال؟ طب معلش أنا عايز أعرف كريسماس يعني إيه؟ الإحتفال بالكريسماس كلمة يا إما تعني بيها أنت الإحتفال بالسنة الجديدة يا إما تعني بيها ميلاد المسيح عليه السلام. ميلاد المسيح ميلاد معجزة والقرآن أقر بهذه المعجزة وجعله يوم سلام وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا اذا كان تقصد ميلاد المسيح فنعم يجوز الاحتفال به لانه يجوز الاحتفال بالانبياء النبي دخل المدينه فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قال نحن اولى بموسى فصامه وامر اصحابه ان يصوموا ايوه اتفضل هو لو كان سيدنا ابراهيم ابن سيدنا محمد ما ماتش كان هيبقى يعتبر ان هو نبي او رسول كان هيبقى كده اه ولذلك اجاه الاجل بتاعه وهو عنده سنه سنه وشويه فمات ايوه اتفضل اللي عرفوا ان في 99 اسم من ربنا تسعة وتسعين اسم دي اللي بنسميها الأسماء اللي في حديث أبي هريرة لكن هم ميتين واربعين في الوردين في الشريعة يعني ده بتكرار كلمة تكرار نعم هي أسماء لله قدير مثلا مش موجودة في التسعة وتسعين وقدير موجودة في القرآن وهكذا تمام نعم طيب قول كده عايز ايه قول هو ليه سيدنا محمد هو بس لو, لو ما عملش غلطة زي مثلا سيدنا موسى قتل حد من غير قصد وبعدين يعني السؤال ايه السؤال ايه ان هو ليه الوحيد اللي هو لا مش الوحيد مين اللي قال لك انه الوحيد سيدنا عيسى لم يرتكب في حياته خطأ قط تفضل هو ليه الاسلام هو دين الحق ولازم كل الناس تلتزم بيه امال اللي احنا قاعدين نقوله كله ده مش اجابه على السؤال ده يبقى انت كنت عايز تسال علشان عايز تسال طيب اتفضل ليه القبلة غيرت من مسجد الاقصى للكعبه لانه القبلة القديمة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقف والكعبة قدامه والمسجد الأقصى قدامه فلما راح المدينه بقى ده خلفه وده قدامه. فقال له يا رب الكعبه هي اللي كنا بنستقبلها فربنا سبحانه وتعالى في ليله النصف من شعبان استجاب له وحول القبله من هنا الى هنا. يبدو ان تجربه الجلوس معاكم وانا في سن جدكم تجربه طيبة تحتاج إلى أن احنا نستمع إليكم أكثر وأسئلتكم كلها ليها معنى وليها مكانة ولذلك فنستودعكم الله في هذه الحلقة على أمل لقاء في حلقات أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.